أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء، وياكم أمير المطبعي من شركة المتجر الإلكتروني. في هذا الفيديو سنقوم بعملية فتح للصناديق التي وصلتنا من أمريكا من موقع أمازون. هذه الصناديق تحتوي على بضاعة أمريكية أصلية، حيث قمنا بشرائها ونقلها إلى العراق حسب طلب زبائننا الأعزاء. تابعوا ويانا الفيديو للتعرف على هذه المواد. سنبدأ نفتح أول صندوق ونشوف شو المواد اللي داخله. اول صندوق مثل ما جاي تشوفوه هو هذا، يعني ما اعتقد تتوقعوا شنو هو. نظارة الواقع الافتراضي من شركة HTC Vive. طبعا مثل ما جاي تشوفون قبالها، يعني شيء رهيب، يعني سعرها من الموقع بال $800، مو شوية، يعني مبلغ عالي. على العموم نكمل. هسه عندنا الصندوق الثاني، نشوف شنو داخله. نفتح المواد. هنا عندنا هذني مثل ما جاي تشوفون درنفيسات، طبعا هذني اعتقد للموبايلات، اللي مصلحين مع الموبايلات يفيدوهم. هنا عندنا هاي نظارة ماركة، طبعا هاي فد شي اصلي، يعني سعرها بالـ100 دولار. اكو ناس رغابة هيج شي. هنا عندنا رام، مثل ما جاي تشوفون رام مال الموبايل. هنا عندنا ماكينة حلاقة اصلية، طبعا فد اكيد نوعيتها ممتازة. عندنا الشغلة اللي وراها، هاي حمرة مثل ما جاي تشوفون، ميزتها انه هاي مات، طبعا يعرفوها اهل المكياج، احنا جايبين من عندها جملة لفد اشخاص معينين. هنا عندنا جويستيك مال اعتقد موبايل او تابلت، او يعني ما ادري بالضبط يعني شنو هو. هنا عندنا هذا الباي فيلن، اكيد هذا المنتج للشعر هواي مشهور وهواي ناس يطلبون من عنده. اللي يحب يطلب اي شيء من امازون خلي راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك. هنا عندنا هاي ملابس نسائيه مثل ما جاي تشوفون، كل اللي عليك انه تراسلنا على الفيسبوك او الايميل او الفايبر. هنا عندنا هذا منتج مال الصبغ مال الشعر، يسوي الخصل مال الشعر مثل هاي الالوان مثل ما جاي تشوفوه، يعني منتج كلش زين ومتوفر ايضا للبيع المباشر. هنا كريم هذا مثل ما جاي تشوفون لإزالة التشققات، يعني اكو ناس تضعف وتسمن فتصير تشققات بالجسم، فهذا الكريم وهذا العلاج الها. هنا ايش عندنا بالله، هذا ما اعرف شنو هو، يعني ما عندي معلومات عنه. نشوف المنتج اللي وراه. هنا مثل ما جاي تشوفون اعتقد اي هاي باروكه مال الشعر، اعتقد هاي مال الانمي يعني، بس ما متاكد. وهذا وياها هذا اللبس على الراس اول شيء، وبعدين تنحط الباروكه. هنا ايش عندنا؟ عندنا هذا كرت شاشه خارجي لللابتوب، الصراحه ما مجربه وما اعرف شنو معلومات عنه، يعني تقدر تربط كرت شاشة لللابتوب مالتك. رامات مال الحاسبة مثل ما مبين قبالكم. هنا عندنا بادي، الظاهر يعني مبين عليه امريكا، بعد ما يحتاج اشرح. الواحد من الزبائن مالتنا. هنا ايضا قلت لكم هاي الحمرة، فاي شي تحبون تطلبون جملة او مفرد احنا مستعدين لهذا الموضوع. هنا عندنا هذا جهاز، يعني مبين بالصورة بعد ما يحتاج اشرحه. هنا هاي قطعة غيار مال الدراجات، مال دراجات نارية، اي شي تطلبون نقدر نوفر لكم. هنا ايش عندنا؟ ها عندنا هذا كفر وكيبورد مال تابلت، اعتقد مال اتش بي، ما متأكد. هنا ايش عندنا؟ هنا ايضا عندنا هذا الكفر مال التابلت ايضا اتش بي، ما اعرف ايش شنو هاي، بس اعتقد ريموت كنترول اعتقد يعني. هذا كريم مبيض للمناطق الحساسة بالجسم، يعني رجالي او نسائي مو شرط نسائي.
الان عندنا هذا المنتج الثاني اللي مال باي فيلن، طبعا هذا ويا هذاك اللي شرحناه قبل شويه اللون اسود والفضي. هنا عندنا هاي سماعه مشهوره طبعا مال رايزر، شيء رهيب وماركه يعني ما يحتاج اشرح عليها، اكثريتكم تعرفوها. هنا عندنا هذا كريم يعني مال بشره، ما اعرف شنو عمله بالضبط لان ما قاري المنتج. هنا عندنا قطع غيار مال جويستيك مال بلاي ستيشن 3 احتمال، اي ها هنا شغله مثل ما تشوفون بسكت، طبعا هذا من امريكا يعني لا حد يسالني حرام او مو حرام ما اعرف، بس هم كاتبين المكونات واعتقد هذا ما بي اي شيء يعني ما بي كحول او اضافات، فاللي يريد يجيب اكل خلي راسنا، لكن مو اكيد نقدر نجيبه. هنا هذا ماوس باد مال ستيل سيريز، اكيد ماوس باد مشهوره. هذا ستاند ينحط عليه الموبايل او التابلت او الايباد يعني على المكتب، ويدنى بزوايا مختلفة، فشي حلو متوفر للبيع المباشر. هذا بادي مال الانمي، واحتمال من الصورة مبين مال لوفي. نانا شعدنا ان شاء الله اللي وراها. نانا عندنا هذا كفر مال ايفون، ما اعرف يعني بيه فد ميزة بالاتصال بالايفون، ما اعرف شنو هي. هنا شعدنا ها هذا كتاب يعني حسب ما انا فاهم انه مال علاج معين، هذا الدليل العلاج مالته، طريقة جديدة بالعلاج المن يعني شنو شغلها ما اعرف. هنا نشعدنا بالله بعد خلنا نشوف ايضا هاي الحمرة اللي قلت لكم عليها، قلادة مال فيلم او مسلسل اجنبي ما اعرف. هنا هذا منتج امريكي هم علاج، جايبين منه مفرد. خلاص هذا صندوق، هسه نحول على صندوق الورا. صندوق الورا عندنا هذا كتاب مثل ما جاي تشوفون، اي انواع كتب علاجات البسة الكترونيات كلنا نقدر نجيبهن من موقع امازون او اي باي، كل اللي عليك تراسلنا على الفيسبوك. هنا نشعدنا هاي اكسسوارات مثل ما جاي اشوفوا، هذني تراتشي اعتقد هذني فضة. هنا عندنا هذا المنتج ما اعرف شنو هو بالضبط، اكيد صاحبه اللي مشتري يعرف شنو شغله ومحتاجه. هنا ايضا عندنا اكسسوارات، محبس وقلادة وتراتشي من هاي الامور، طبعا اشكالهن حلوة. هنا نشعدنا هنا هذا الكولاجين السائل مثل ما جاي يشوفون، هذا طبعا هنا جايبين منه جملة المجموعة من الناس اللي يحب يطلبهم ما تخلي راسنا على الفيسبوك جملة او مفرد. شراب الكولاجين بهواي فوائد وكلش مشهور ومعروف. هذا صندوق كله هسه هذا الشراب يعني بعد، خلي نسرع الفيديو شوية مثل ما جاي اشوفون قبالكم. هنا عندنا ها هاي ميدالية على شكل على شكل قلب، هاي قبالكم مثل ما جاي اشوفوها يعني حلوة مبينة. ايش عندنا وراها؟ هذا الصندوق الثالث او الرابع ما ادري. هنا عندنا هذا نستلة مثل ما جاي اشوفه، طبعا هاي من امريكا. هنا عندنا تابلت هذا الزوز زين باد، حتى سعره مناسب يعني هذا بالميتين دولار يعني حسب ما اذكر. ايضا هذا شنو ها هذا عندنا ايضا تابلت هم الزوز من شركة الزوز، خوش تابلت وسعره كلش مناسب، طبعا ويندوز كامل هذا الشغل ويا الكيبورد. هنا عندنا هاي شنو ها هاي مال مثل ما مبينه مال مهرجين الشعر المستعار، مبين واقع ويا المال هسه يطلع. هنا عندنا هذا كفر مال هنا هذا المايك المشهور متوفر للبيع المباشر. هاي الكيبورد مال هذا الجهاز السورفس برو 4 اللي هسه نشوفه،
هنا أنا حامية مع الكيبورد، مجسم مع الماينكرافت صغير، نظارات مع الحماية مع العيون من أشعة الحاسبة، هذا شاي أخضر مفيد للتنحيف وللطاقة. هنا عندنا حقيبة مع السورفيس برو 4 مثل ما واضح قبالكم. هنا عندنا شاحنة مع اللابتوب، مو شاحنة هاي دبابة ايش تقولها. هنا عندنا مايكروفون، هذا مثل ما جاي تشوفوا دائما يستعملوا، عندهم قنوات باليوتيوب. هنا عندنا كولاجين حبوب 120 حبة متوفر للبيع المباشر. هنا عندنا هذا الكاميرا المشهورة اللوجيتك، ايضا هذا كريم مبيض للمناطق الحساسة، ايضا متوفر للبيع المباشر. هنا هاي الباروكة مال المهرج اللي قبل شوية شفناها، بس خرجها بالعلبة، الظاهر القمارق لما نفاتحيها ناسين رجعوه. هنا عندنا كريم الكولاجين، هذا شامبو للشعر مال الأرقان، طبعا الشامبو كلش زين وايد نصحون بيه ومتوفر للبيع المباشر، اللي يحب يطلب او تطلب عادي متوفر. هنا عندنا هاي حبوب اسمها حبوب خميرة البيرة، طبعا تفيد منحف وتشتغل مسمن بنفس الوقت، وتشتغل وحدها مسمن للوجه، فاللي يحب يطلب ايضا خلي راسلنا على الفيسبوك، هاي متوفرة للبيع المباشر. هنا عندنا هذا ما اعرف فد لعبة معينة، يعني مبين مثل شكلها مال الهليكوبتر او يعني ما اعرف شنو هي بالضبط. هنا مايكروفون، هذا طبعا هذا عندنا واحد من عنده للبيع المباشر اللي يريد يطلبه. هذا كتاب والله ثقيل شي اقرا هذا. على العموم اي شي تقدرون تطلبوه من امازون واحنا نجيبه لكم. هنا أنا هذا الكريم مال الكولاجين اللي قلنا لكم عليه، هذا حبوب الكولاجين ابو 120 حبة. هنا عندنا هذا الصندوق، هسه نفتحه ونشوف شنو داخله. هذا الامبيري اللي هي الحلاوه السحريه، جبنا لكم منها هوايه اذا تردون تطلبون منها، متوفره للبيع المباشر. هنا عندنا هذا شنو هو، هذا كارت شاشه يعني مو مال العاب، مال كوادرو اسمه، انفيديا كوادرو، مو مال العاب يعني مال المصممين او الجرافيك او ال 3D. هنا عندنا مجسمات مع الماينكرافت متوفرة للبيع المباشر، اللي يريد يطلب خير راسلنا على الفيسبوك. هنا أنا هذا حامية مع الشاشة، نظار ما يحتاج اشرح شنو هي. هنا ايش عندنا، هذا اعتقد موزع USB. هنا اللوت كريت راح نسوي عليه ان شاء الله فيديوهات قريبة، لا ما راويكم اياه هسه خليه بعدين. هنا عندنا الكربون، هاي حذاء يعني مبين عليها خوش حذاء قوية، مجموعة من الدرنفيسات، شوفوا شلون تغليف حلو. اعتقد كريم للوجه ما اعرف شنو بالضبط شنو عمله. هنا هاي مجموعة ايضا من الدرنفيسات والعدد اليدوية، هذا كريم اعتقد للتبييض مثل ما جاي تشوفوا قبالكم. هنا عندنا هاي الامبيري، فلاش، هذا موزع مال USB احتمال يعني نفس ذاك. هنا هذا المايك اللي قلنا لكم عليه، مجسم مال انمي مال دراغون بول، طبعا ايضا متوفر لطلب المباشر، اللي يحب يطلبه خلي راسلنا على الفيسبوك. هنا هذا مساج اويل، دهن مال المساج مال البشرة. هنا عندنا ايضا هذا المايك اللي كان قال لي راح انسحق المصري، هذا كريم ما اعرف شنو شغله بالضبط، قطع غيار مال هاي الطيارة الوايرلس اللعبة، هذا منظف مال السيارات الامريكية مكتوب عليه فالف كلين. هنا الجهاز مايكروسوفت سيرفيس برو 4، طبعا هو لابتوب وهو تابلت بنفس الوقت، يعني جهاز كلش راقي وسعره ايضا يعني هم راقي. المهم هسه نكمل. هنا عندنا هذين مال لاصقات مال وشم مثل ما مبينه،
هاي اعتقد ماوس. المهم فد شغله للمايكروسوفت التابلت هذا راويناكم اياه. نانا هاي سيارة وايرلس والله بين راقية هاي. نانا عندنا اللوت كريت. طبعا اللوت كريت اكرر انه متوفر للبيع المباشر، يحب يراسلنا العفو اللي يحب يطلب خيراسلنا على الفيسبوك. نانا كاميرا شبيهة بالجو برو ايضا متوفرة للطلب المباشر. هذا الستاند وخلاص هذا الصندوق، انتظرونا بالجزء الثاني. وبالنهاية أحب أشكركم لأن تابعتوا الفيديو، ومو تنسون تسوون لايك وتشاركون الفيديو بين جماعتكم، ومع السلامة.